وقال العقيد المالكي إن 16 منفذا يمنيا تستقبل المساعدات الإغاثية من المنظمات الدولية والدول المانحة لها. لا تزال المنافذ الإغاثية لليمن سواء الجوية أو البحرية أو البرية بعدد 16 منفذ تستقبل ومفتوحة أمام المنظمات الدولية والدول المانحة لاستقبال المساعدات وإدخالها إلى الداخل اليمني كما تشاهدون على الخريطة. هذه الصورة الجوية لميناء الحديدة يوم الاثنين الماضي تاريخ 8 يناير 2018 في الساعة 4:15 عصرا، كما تشاهدون السفن موجودة في الميناء تقوم بتفريغ الحمولات، وكذلك شاحنات الوقود موجودة في داخل الميناء بعد أن يتم تزويدها بالوقود.